اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من مدينه الغردقه وتحديدا من كليه التربيه التابعه لجامعه جنوب الوادي في مدينه الغردقه. الحقيقه الكليه فاتحه على البحر زي ما انتم شايفين، يعني كليه التربيه في جامعه جنوب الوادي في مدينه الغردقه هي اول كليه اصلا اتبنت هنا منذ اكثر من يعني 15 سنه. الكلية الشط بتاعها يعني فاتحة على البحر، منها للبحر على طول زي ما انتم شايفين. دول الطلبة في مباني كلية التربية، وزي ما انتم شايفين طبعا الكلية على البحر. ده شاطئ البحر الأحمر. الكلية بتقع جنوب شمال مدينة الغردقة، وهي من يعني كلية إقليمية بتقبل من طلاب مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر فقط، تابعة لجامعة جنوب الوادي. وزي ما انتم شايفين كلية على البحر، دول طلبة الكلية. النهارده أول يوم عام دراسي، وفي حفلة عملتها الكلية علشان الطلاب الجدد، وكان فيها فقرة لانتصارات أكتوبر. الطلبة الجدد النهارده كان معمول لهم حفلة استقبال من عميد الكلية وهيئة التدريس. وزي ما انتم شايفين الكلية دي تقريبا الكلية الوحيدة في مصر اللي فاتحة على شاطئ البحر، الطلبة بيقعدوا في وقت ما بين المحاضرات على شاطئ البحر. طلاب الكلية زي ما انتم شايفين قاعدين على البحر. دي مباني الكلية، كلية يعني تربية في الغردقة، كانت أول كلية تتبني لجامعة جنوب الوادي في محافظة البحر الأحمر، وهي كلية إقليمية بتقبل من طلاب البحر الأحمر. ودلوقتي بقى في ثلاث يعني كليتين كمان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية الألسن، واللي هي فتحت أول سنة السنة دي تستقبل من طلاب من محافظات مختلفة. زي ما انتم شايفين الكلية فاتحة على البحر، وقت ما بين المحاضرات الطلبة بيقعدوا على شاطئ البحر. النهاردة كان في استقبال يعني كبير جدا للطلبة الجدد في كلية التربية، تم إعداد حفلة كبيرة ليهم. طبعا بداية الحفلة كان في وقفة لانتصارات أكتوبر، وكمان كان في يعني نصايح ليهم من التوجيهات على يعني الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد. الحقيقة طبعا الكلية دي من ضمن الكليات الوحيدة في مصر اللي هي فيها شاطئ أو بتطل على شاطئ البحر. زي ما انتم شايفين ده حرم الكلية، ودول الطلبة، وادي الطلبة قاعدين على البحر في أول يوم عام دراسي. طلاب الكلية قاعدين على البحر زي ما انتم شايفين.
وبنعيد ونذكر السادة المشاهدين لتلفزيون اليوم السابع، نحن في كلية التربية في مدينة الغرداق تابعة لجامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر، وهي الكلية يعني أقدم كلية في تابعة لجامعة جنوب الوادي في مدينة الغرداق، وتقبل من طلاب محافظة أو خريجي الثانوية العامة في محافظة البحر الأحمر. الكلية دي فاتحة زي ما انتم شايفين كده، يعني حرم الكلية أو الكلية بتبقى ليها شاطئ، الطلبة بيقعدوا على الشاطئ زي ما انتم شايفين. الحقيقة إن يعني حاجة كده من الخيال لما هناك في طلاب في قاعات من خلالها ممكن مشاهدة البحر أثناء الوجود في حرم الجامعة، يعني حرم كلية التربية في الغرداء. والنهاردة زي ما ذكرنا لكم إن كلية التربية في الغرداء عملت حفلة كبيرة جدا للطلاب الجدد. كنت معكم أنا عماد عرفة مدير مكتب جريدة اليوم السابع في محافظة البحر الأحمر.